دايما بيقولوا ان العمل والانتاج والابداع محتاجين او اساسهم كلهم الصحه الجيده. الدول المريضه والشعوب المصابه بالامراض بتخسر جزء كبير جدا من طاقتها الانتاجيه وبتدفع اموال طائله لعلاج مواطنيها. عشان كده يمكن مصر شهدت حملات صحيه كبيره جدا خلال عام 2018 ومحترمه جدا خلال عام 2018، كان اولها وابرزها واقواها طبعا كانت مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحه. 100 مليون صحه المبادره اللي بتجوب محافظات الجمهوريه على ثلاث مراحل لفحص المصريين كلهم من امراض فيروس سي، السمنه والضغط والسكر. اهميه المبادره مش بس انها الاكبر في العالم، لكن اهميتها لينا ويمكن واهميتها بالنسبه لنا اكبر، لانه اكباد المصريين معتله لو نقدر نقول. عندنا ملايين المصابين بفيروس سي، يمكن الدولة طبعا بتعالج للي بيتقدموا للعلاج وطلب العلاج، وبنتكلم ان هم باعداد طائلة بالملايين، ملايين المصريين مصابين بهذا الفيروس. واحنا في مرحلة مهمة جدا جدا، ويمكن على طول ما بنذكر ان احنا مش في مرحلة العمل بالأولوية، احنا في مرحلة عمل على كل الملفات بالتوازي. يمكن نتكلم ايضا عن مرحلة اخرى، وبنتكلم انه الدولة ايضا بتبحث عن قرابة تقريبا 4 مليون حاملي للفيروس وما يعرفوش. هذه المبادرة الملهمة بتستهدف 60 مليون مصري، اقتربنا تقريبا من تحقيق نصف هذا الرقم. لسه المبادرة شغالة في مرحلتها الثانية، هتبدأ بعديها المرحلة الثانية طبعا علشان نطمن كلنا على صحة المصريين، وعلشان نحاول نشوف أهمية الحملة دي رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وجهود. طبعا كفاني أقول لحضراتكم أن الحملة لما وصلت ل 17 مليون مواطن، كان بينهم 11 مليون مواطن بالفعل بيعانوا من أمراض سواء سمنة أو ضغط أو سكر، بينهم 700 ألف فعلا مصاب بفيروس سي. ولا تقل أهمية عن ذلك أو تلك المبادرة اللي بنتكلم عنها 100 مليون صحة، كانت مبادرة أخرى للرئيس، كانت القضاء على قوائم الانتظار، انتظار العمليات اللي بدأت بحلم إن احنا وصلت إن احنا بالفعل بننهي 14 ألف جراحة خلال 6 شهور. النتيجة إننا بعد 5 شهور فقط انتهينا من أكثر من 70 ألف عملية. مع كل ده عندنا حملات صحية كتيرة تانية لطلبة المدارس، سواء فحصهم من فيروس سي أو الكشف عن الأنيميا، تقزم والديدان. يعني الحقيقة أن القطاع الصحي كان قطاع غني وثري جدا ومحترم. خلينا نروح نشوف هذا التقرير عن مبادرة 100 مليون صحة وإيه أبرز ما حدث في مبادرات الصحة وقطاع الصحة في 2018. تفضل. مبادرة وحملات صحية تميز بإطلاقها عام 2018. مبادرة 100 مليون صحة تعد أبرز المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال عام 2018 للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة. المبادرة تستهدف 60 مليون مواطن مصري، وأطلقت المرحلة الأولى منها في 9 محافظات في الأول من أكتوبر الماضي، ثم المرحلة الثانية منها في الأول من ديسمبر ب11 محافظة، على أن تنطلق المرحلة الثالثة منها في باقي المحافظات خلال شهري مارس وأبريل المقبلين. الحملة تمكنت حتى الآن من فحص 22 مليون و770 ألف و20 مواطنا بحسب إحصاءات وزارة الصحة والسكان. أنا ما معيش فلوس إن أنا أروح أعمل فيروس والكلام ده والحاجات دي، الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل لنا الحاجة دي عشان إحنا نطمن على صحتنا، حاجة مجانا. بتفيد الإنسان، والإنسان ما كانش يعرف حاجة، وأصبحت هي الوقت اللي ما بنكشف بنعرف كل شيء يا رب، الحمد لله رب العالمين. يعني نزلت أنا وعيلتي وزوجي برضك نزل، والحمد لله امبارح والحمد لله طلع السلبي والحمد لله. رحنا حللنا انا وعيالي، انا وزوجتي وعيالي،
والحمد لله النتيجه طلعت ما فيش مشاكل، الحمد لله رب العالمين. احسن واكبر حمله اتعملت لحد دلوقتي في تاريخ مصر. فعلا هي مجانا، كان الاول عشان تعملوا كنت محتاج تكاليف جامده جدا، دلوقتي بتطمن على نفسك وعلى اسرتك ببلاش. صراحه هو مصلحه للناس جميعا وحلو جدا جدا، حتى المريض اللي ما كانش يعرف كده هيعرف عنده ايه بالظبط. دي طبعا بتخدم الوطن في حاجات كتير، غيره لازم ننتهي منه اضعف الايمان. في حي جنوب عندنا هنا الشيخ حسن في يوم عملت التحليل والحمد لله الدنيا تمام. دخلت بصراحه الدكتور رحب بيا وكتب لي العلاج وكتب لي تحاليل عشان اكمل علاجي، وجيت اعطاني جزء من العلاج دلوقتي وهعمل تحاليل وحاجه تاني ان شاء الله. ولأجل إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للقضاء عليها في 9 تخصصات طبية. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة والسكان، فإنه تم الانتهاء من 75,473 عملية جراحية من الحالة المسجلة سواء على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن أو المستشفيات التي تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار منذ بداية المبادرة، التي لا يتحمل المريض خلالها أي تكاليف مادية. قوائم الانتظار بدأت من سنة، في خلال 4 شهور مش كده يا دكتورة؟ أيوة. وصلنا لحاجة 50,000 خلصناهم قائم انتظار. احنا كنا مخصصين مبلغ مادي، كنا قلنا وزارة الصحة تحط 300 مليون جنيه وناخد من تحيا مصر 300 مليون جنيه، يبقى 600 مليون جنيه نخلص بيهم 12,000. وبنهاية العام أثمر التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم عن إطلاق مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة والقضاء على الديدان بين أطفال المدارس، والتي تستهدف قرابة 12.5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية من سن 6 إلى 12. هناخد نموذج أو ناخد عينة 3 مدارس في تمثل الثلاث طبقات الاجتماعية في كل محافظة، في 27 محافظة. عاوزين نعيد النظر في موضوع التغذية المدرسية، ونعيد النظر في مكونات بنغذي الولاد بتوعنا ازاي، وازاي نمنع التقزم والأنيميا. إذن هو عام مليء بالتحولات الكبيرة في قطاع الصحة، ليكون عام 2018 هو عام المبادرات الصحية الناجحة. هشام رباط، هنا العاصمة.